السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. غادي نحضر معكم اليوم مسمن طريقة ديال أمهاتنا والجدات ديالنا، طريقة تقليدية بسيطة كيف ما غتشوفوا. خديت زلافة ديال الفينو وزلافة ديال الفورس، يعني هنا درت نفس الكمية ديال الفينو هي نفسها ديال الفورس. كنغربل المكونات ديالي بهذا الشكل هذا، كنضيف ربع معلقه ديال الخميره الفوريه وربع معلقه ديال الملحه، وكنزيد عليهم ربع معلقه ديال السكر سنيده. اذا كيف ما شفتوا كنخلط هذه المكونات الجافه بكميه ديال الماء دافي، يعني كل سيده وشحال غادي تهز ليها هذه العجينه ديالها ديال الماء. المهم هنا كيف ما غادي تشوفوا راه ما غاديش ندلك العجين نهائيا، غير غادي نجمع المكونات حتى كتنسجم ليا، وكنضمن ان هذيك الملحه والسكر سنيده والخميره دابت ليا وسط داك الدقيق صافي، وكنجمع العجين. يعني ما كنبقاش ندلك فيه بزاف، يعني الا خدا ليا المده ديال ما بين 5 حتى 7 دقائق اثناء العجن ديالو، والا كانت العجينه يكون افضل. اذا كيف ما شفتوا كنجمع هكا، كنضمن ان العناصر دخلتها في بعضياتها صافي. كنرخف شويه العجينه ديالي وكندهنها بشويه ديال الزيت صافي، وكناخذ واحد البلاستيك غذائي وكنغطيها على هذا الشكل، وكنوضع عليها واحد المنديل وكنخليها ترتاح شحال ما خليناها ارتاحت شحال ما كان احسن. يعني لما عندناش الوقت اقل ساعه يعني اقل مده نخليوها 10 دقائق. اذا كيف ما شفتوا هنا كتبدا ترتاح شويه، كندوز باش نشكل منها كويرات كيف ما غتشوفوا هنا. الكويرات غادي نخدموهم على حساب الحجم اللي بغيتو، كنتو بغيتو مسمن كبير فغادي نتكبروا الكويرات، كنتو بغيتوهم صغار صغروا الكويرات. انا هنايا غادي نديرهم في حجم متوسط كيف ما شفتوا معايا، فكنحاولوا اننا نشكلوهم بنفس الحجم. كناخذ واحد الصينيه ولا بلاطو اللي كندهنوه بشويه ديال الزيت، وكنستو هذيك الكويرات ديالنا، وكنحاولوا نعرفوا فين هي الاولى وفين هي الثانيه باش ملي نكونوا كنخدموا نبداو باللي عطاتنا الطوع اكثر. اذا يعني كنستفهم على هذا الشكل، كنوضع عليهم عاوتاني الغطاء ديالهم هو داك البلاستيك الغذائي، وكنخليهم يرتاحوا عاوتاني واحد المده ديال 10 دقائق شحال ما ارتاحت العجينه ديالنا شحال ما عطاتنا الطوع في الخدمه كيف ما غتشوفوا معايا ما كتعذبناش. كنبسط هكا بشويه ديال الزيت، وكندهن الوجه بشويه ديال الزبده، وكنرش بشويه ديال الفينو. هنا راه الزبده ذوبتها باش ما تعذبناش في التوراق ديال المسمن ديالنا صافي. كنبسط اولا كنورق حتى كيبان ليا سطح العمل صافي، وكنجمع بهذه الطريقه، وانا كنرش شويه ديال الفينو باش كيجيني المسمن ديالي مورق. اذا كيف ما شفتوا كنحطها جانبا، وكندوز الكره واحده اخرى بنفس الطريقه، كنبسطوها شويه هكذا بشويه ديال الزيت حتى كيبان سطح العمل. كنرش شويه ديال الزبده اللي هي دايبه، كندوزها على وجه المسمنه ديالي كلها، وكنرشها بشويه ديال الفينو صافي، وكنجمعها بالشكل اللي شفتو في الطريقه الاولى. يعني كنجمع ليها الجوانب وكنخليها ترتاح. ملي كنكمل نصف ديال الكميه ديال المسمن اللي خدمت كندوز باش نبداو نطيبو، لاننا واضعين فيه الخميره ما خصناش نخليوه مده اكثر. اذا كيف ما شفتوا بعد ما دوزت نص ديال الكميه شعلت البوطه على المقله ديالي باش تسخن صافي، وبديت باول وحده طويناها. كنحاول انني نبسطها غير ما نبسطوش رقيق بزاف باش يجينا عاوتاني مورق شويه ونهلقاو ما نعضو، يعني تجي ديك العضه. اما لو ورقناه بزاف وجا رقيق بزاف عاوتاني ما كيلهاش. اذا كيف ما شفتوا كنكون داك الشكل، كناخذ المقله ديالي كنرشها بشويه ديال الزيت، وكنحط المسمنه ديالي. هنا من اسرار نجاح المسمن ويجيني لون ذهبي موحد هو انني كيف كنحط المسمنه كتبان ليا بدات كتنشف، كنقلب ما كنتسناهاش تتحمر بزاف، لانها الا تحمرت بزاف وقلبناها للوجه الاخر كتجي جهه ذهبه والجهه الاخرى ما تجيناش بنفس الشكل. داكشي علاش حنا مباشره كنحطوها ما كتجي فين تحط حتى كنقلبوها، وهكا كنبقى نقلب في داك المسمن ديالي. هانتوما كتشوفوا معايا تبارك الله كيجي طالع كيدي يتنفخ وكيجي مورق، وطريقه بسيطه بدون تعقيدات، يعني تحضروه في اخر دقائق الفطور اولا الكوتي ديالكم. كيف ما شفتوا معايا كيجيني مورق، وغير بزلافه ديال الفورس وزلافه ديال الفينو خرجت لي الكميه اللي غتشوفوا معايا في نهايه ديال الفيديو، يعني ما بين 12 و 13 حبه.
بنفس الطريقه كنستمر كنوضع المسمنه ديالي كيف كنحس بها بدات كتشد راسها كنقلبها وكنستمر بهذه الطريقه كنرشو دائما القليل من الزيت نحاولوا ما نكثروش الزيت باش ما يجيناش المسمن ديالنا مدهن اولا متقل لان كثره الزيوت ما كاينلاش غير نرشو رشه خفيفه صافي وتكون نار متوسطه ما نقصش بزاف وما نرفعش النار بزاف باش المسمن ديالنا يطيب على خاطره وفي نفس الوقت ما يتحرقش لينا ويجينا في داك اللون اللي حنا ما باغينوش حنا بغينا هذاك اللون الذهبي بحال هكذا. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو يحتفظوا به في المجمد فنطيبوه غير نص طيبه تحسوا بانه باقي خصو طياب شويه كنحيدوه صافي حتى كنبغيو نخدموا به كنجبدوه من الثلاجه مده ديال 10 دقائق قبل صافي وكندوزو باش كنطيبوه. كل ما بدا كيطيب كل ما بدا كيترخف وكياخذ داك اللون الذهبي وتيجي مورق احسن اكثر من عاد مصوبينه. اذا هذه حتى هي طريقه زوينه يعني السيدات اللي ما عندهمش الوقت وبغاو يخدموا كميه كثيره فيطيبوا غير نص طيبه لان ملي كنطيبوه الطياب كامل وكنبغيو نسخنوه كيقصح فمن الافضل نديروا ليه نص ديال الطياب ونحطوه في الثلاجه حتى نبغيو ونكملوا ليه الطياب ديالو ونقدموه كيجي هائل. اذا كيف ما شفتوا معايا كنبقى كنستمر في هذا الطريقة هذه كنحط المسمنة ديالي كنرش شوية ديال الزيت كنقلبها على الوجه الآخر والنار دائما متوسطة كيف ما شفتوا معايا وكنجيبهم في واحد الحجم اللي هو متساوي وكيجي واحد الشكل فيهم هائل وزوين بدون تعقيدات وبدون تكلفة. نحضروا المسمن ديالنا الطريقة اللي كانوا كيحضروا بها الأمهات ديالنا قديما يعني بلا هاد التعقيدات اللي ولينا كنشوفوا حاليا. فهذه هي الطريقه البسيطه والطريقه السهله وبنفس الوقت راه هي ناجحه واكيد ما غتاخذش منها وقت كثير كيف ما شفتوا وحده كطيب والاخرى كتورق ما كنجيو فين نكملوا التورق حتى كنلقاو الاخرى طابت وهكا كنكملوا. وخصوصا الا كانت عندنا المقله كبيره نديروا حتى لجوج ثلاثه الحبات في دقه واحده دائما اللي ربح الوقت كيف ما شفتوا. هذا هو المسمن ديالنا كيجي هائل وكيجي خفيف كيف ما شفتوا معايا والشكل ديالو زوين كياخذ واحد اللون ذهبي رائع جدا. اذا كان هذا هو الاقتراح ديالنا وكانت هذه هي الفكره ديالنا ديال اليوم. رجعت بكم للوراء والزمن القديم والزمن الجميل كي كنقولوا. اذا شوفوا المسمن كي تيجي مورق وخاوي ملغوصط وخفيف وما ميدمش وما فيش كثره الزيوت. كنتمنى ان الفكره تنال اعجابكم وتنال الرضا ديالكم. ما تبخروش عليا بتشجيعاتكم وتعاليقكم. نتلاقاو فيديو لاحق ان شاء الله. استودعكم الله والى موعد لاحق باذن الله. الى اللقاء.